انطلقت صباح اليوم القافلة الأولى من قوافل حجاج بيت الله الحرام من مدينة الرئيس محمود عباس للحج والعمرة عبر معبر الكرامة شرق مدينة أريحة، وقد تم وضع الترتيبات الكاملة لمغادرة حجاج الضفة الغربية بسهولة ويسر عبر معبر الكرامة وصولا إلى المملكة الأردنية الهاشمية ومنها إلى السعودية لتسهيل سفر الحجاج وتقديم الخدمات لهم، ما يعكس حرص القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد شتية على متابعة موسم الحج لأهلنا وتذليل الصعاب والمعيقات لنجاح موسم الحج. بدأنا في هذا اليوم عملية التفويج من المحافظات الشمالية إلى الديار المقدسة، وفي هذا اليوم من مدينة الرئيس محمود عباس خرج الفوج الأول يصل تعداده إلى 2000 حاج وحاجة، إن شاء الله يصلوا إلى الديار المقدسة بسلام وأمان. والآن كنا معهم وتم تهيئة جميع الإمكانيات والظروف والمناخ المناسب لسفرهم. وكان في استقبال الحجاج في مدينة الرئيس محمود عباس عدد من مسؤولي اللجان الفلسطينية المخصصة لإرشاد الحجاج وفرق طبية وكشفية وغيرها من اللجان بهدف تقديم أفضل الخدمات للحجاج الفلسطينيين. أدعي لكل الناس ولكل الشعب الفلسطيني ينتصر على اليهود ويعطيهم مستعد ونضل في بلادنا عايشين. كيف شفت الخدمات اليوم؟ لا والله كويس، يخلف عليك وشكرا لكم. لما سجلتي وزارة الأوقاف وطلع اسمك في القرعة شو كان شعورك وكيف كانت أمور تسجيلك؟ والله سكتي أحلى فرحة في الحياة هذه. يعني نشكر كل من يساهم ويقدم أي خدمة للحجاج، مشكورين سواء في دولة فلسطين أو الأردن أو المملكة العربية السعودية، لهم منا جزيل الشكر. ويعمل معبر الكرامة اليوم وغدا 24 ساعة متواصلة في كلا الاتجاهين لتسهيل وصول الحجاج وتوفير جميع الخدمات المناسبة لهم. وسط أجواء من البهجة والسعادة والسرور ينطلق حجاج بيت الله الحرام من معبر الكرامة ومن الأراضي الفلسطينية باتجاه الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية بعد أن ودعوا عائلاتهم متمنين لهم حجا مبرور وسعيا مشكور. من معبر الكرامة، إلهام هداب، تلفزيون فلسطين.